اليوم اللي بدي احكي عن هذا فيديو صغير، بس هيك حفرجيكم هيك اشياء العيد، الحلويات والتياب وهيك. طبعا بس لكم شيء، احنا ما بنجيب كثير حلويات وهيك لانه نحن عنا بالكويت ما عنا قرايبين ولا حدا يعني، بس بنت عمتنا الكبيره وهالمره سافرت على لبنان مشان شغله، فمنشان هيك يعني ما حتشوفوا كثير حلويات وبس باي. طبعا هلا باخر فيديو حتشوفوا فيديو لان انا صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هبا، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. طبعا هول الصور نزلتها على انستغرام، روحوا شوفوهم. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، حطوا بصندوق الوصف وباخر الفيديو.